السلام عليكم. بتمنى من كل حدا بحبني أو بهمه إنه يحضروا المقطع للأخير عشان يحس فينا. أنا الرقيب أول حيدر حسن غنيجي، رقمي العسكري 538-792. أنا تصاوبت 3 مرات. أنا عم بتعالج عند دكتور أعصاب، كل أدويتي أدوية أعصاب مهدئات. تصاوبت براسي، ضليت شهر لا أسمع ولا أحكي، بحياتي ما فريت يوم. طوعت بال 2013 بمدرسة المخابرات، ضليت فيها عسكري 2 شهور و10 أيام. بعدين صارت معي مشكلة وانعزلت من الجيش. صرت مدني. كنت خادم بالأمن 2 شهور و10 أيام. بيطلع علي إسا إنه أنا لازم يكون عندي إجباري. أول ما رحت عسكري رحت على الفرع الإداري، ضليت فيه 2 شهر لإجا أمر النقل على الفرقة السابعة. ضليت يوم بالفرقة السابعة وثاني يوم باللواء 121. من 2017 أنا لحد هاللحظة، بما أنه معزول ومحروم من حقوق المدني والعسكري، لحد هاللحظة أنا معي هوية مؤقتة. لحد هاللحظة أنا معي هوية مؤقتة وعندي خدمة بالفرقة السابعة 6 سنين. شو الله جابرني إنه أنا مش مني التسريح، رفعولي محضر إنه أنا عندي خدمة 6 سنين عندي بالفرقة السابعة و2 شهور و10 أيام بالأمن. بيرجع المحضر إنه أنا مالي بستوفى المدة. شو ذنبي إذا تبع التنظيم ما ضيم لي خدمتي تبع الأمن؟ أنا رجعان برتبتي ورقمي العسكري نفسه وباختصاصي نفسه، وأنا خدمت بالأحداث يعني سنتين. ليش أنا لا أنظلم؟ ليش بدي أنطر إسا لواحد 12 ليرفع لي الكتاب ويضم لي الخدمة إنه أنا عندي 2 شهور و10 أيام كنت بالأمن وراحت للتسريح الجاي لحتى أتسرى؟ إنه شو ذنبي يروح لي سنة؟ أنا من عمري 18 سنة عسكري، راح يصير عمري 31 سنة، ليش عم تجبروني إني فر؟ ليش عم تجبروني إني فر؟ إنه أنا شو ذنبي؟ ليش ما تسرحت؟ أنا شو دخلني إنه هو ما ضيم لي خدمته؟ وشو دخلني إنه ما بترفع لواحد 12 إنه هذا الكتاب حصراً ما بيرفع لواحد 12؟ ليش عم يعني ليش عم تدمروا لي حياتي؟ ما بعرف. بتمنى من كل حدا بيحبني وبيهمه أمري إنه يشاركوا هالمقطع بس لحتى يوصل، بس لحتى الناس تحس بوجعي إذا فريت تعرف شو السبب.